كيف شايفين هاي النهاية اللي عم بيحكوا عنها بالأسواق؟ شايفينها بالأسعار نفسها؟ شايفين الأمور بالفعل بهاي الدرجة السيئة اللي عم بيحكوا عنها؟ بالعكس، الأمور ماشية على حسب المخطط، وبهذا الفيديو رح أفرجيكم شو هي المعلومات المعنى اليوم. وأعزائي، إذا هذا الفيديو بعجبكم ادعموني باللايك، اشتركوا بقناة تري سبسكرايب تحت، وأهلا وسهلا فيكم. كيف الحال أعزائي؟ حبيت أعطيكم صورة اليوم وتحديث عن وضع السوق مباشرة من نهر الدانوب. كيف ما شايفين هون وراي، حطيت لكم هيك الخلفية حتى لو أثر شوية على الإضاءة. قلت أفضل تفوتوا أنتم كمان معي بهذا الجو الناعم اللطيف الموجود هنا بهذا النهر. الوضع حاليا كيف ما شفته باخر كم من يوم، نعم شفنا تصحيح، ولكن بعد ما طلع الفيدرالي شفنا انتعاش للاسواق من اول جديد، لانه بالفعل الامور مش بهذه السلبيه اللي عم بيحكوا عنها بالسوق. الفيدرالي مش مستعجل ينزل من الفائده، ولكن الاسواق صارت مسعره فائده سلبيه، ففقط اسا حاليا يعني عم تحاول السعر فائده اللي ايجابيه للسوق. فإذا الفيدرالي مش عم بينزل من الفائدة، فهذا مش معناه انه خلاص الوضع صار سيء، لا، الأسواق رح تدور تسعر عن هذا الحدث بالمستقبل من أول جديد. وبعدين إجا الفيدرالي وقال لك انه هو مش متوقع بعد نشوف ولا أي ارتفاع للفائدة، فهذا أمر كمان كان ممتاز جدا للأسواق، خاصة بالـ S&P 500 شفنا انتعاش من أول جديد، لأنه خلاص المستثمر بقدر يفكر انه بقدر يرتاح، الأمور مش رح تزداد سوءا من هون وطالع، وإنما خلص وصلنا للقمة من ناحية الفائدة، ولسه فقط عم ندور على اللحظة اللي رح يبلش فيها ينزل الفائدة من أول جديد بالأسواق. فعمليا الأمور مش بهاي السلبية اللي كانوا متوقعين الناس يكون فيها بالسوق الأمريكي، ولذلك شفنا انتعاش بآخر فترة. قبل ما فوت على النظرة الفنية، تذكير بسيط لأهم الأحداث لليوم بالسوق، لأنه عم نحكي على يوم مهم جدا للأسواق الأمريكية وكمان لأسواق العملات الرقمية. أول شيء اليوم بالسوق الأمريكي كمان ساعة تقريبا من وقت تصوير هذا الفيديو رح تطلع معطيات البطالة بأمريكا. طبعا ببساطة بدنا نشوف أمور اللي هي إيجابية، لأنه أي أمر سلبي من ناحية البطالة ممكن يشوش الصورة شوي بالأسواق، خاصة اللي عم بيحكوا إسا حاليا عن أمر بيسموه ستاغ فليشن، أو إنه بكلمات ثانية عدم نمو للاقتصاد، يعني بيمشي بالعار ذلك. على فكرة الفيدرالي كمان حط شرط لتخفيض الفائدة بأمريكا، قال لك فقط في حال شفنا البطالة ترتفع بشكل اللي هو مجنون، وقتها رح ينزلوا الفائدة بأمريكا. فهي الأمور سمعناها كمان بحديثه قبل يومين. غير هيك بسوق العملات الرقمية اليوم عنا عقود الأوبشنز اللي رح تخلص تاريخها، عم بيحكوا على حجم اللي هو ب 2.4 مليار دولار بعقود الأوبشنز اللي اليوم رح تتسكر. كلمات ثانية عم نحكي على يوم اللي رح نشوف فيه تلاعب كبير جدا من الأسواق بالعملات الرقمية. انتبهوا للبيتكوين والإثيريوم، في حال تعدى سعر البيتكوين 61,000 دولار وسكرت هالعقود، الناس اللي فتح العقود رح تخسر كتير مصاري، فلذلك على الأغلب رح نشوف تذبذبات بجانب هاي الأسعار باليوم. ومن ناحية الإثيريوم كمان، الإثيريوم في حال تعدى السعر 3000 دولار الناس رح تخسر كتير مصاري، فهذا كمان سعر الإثيريوم بحدود 3000 دولار رح تشوف فيه تذبذبات عالية جدا. بالنسبة لي في حال ما شفناش ولا أي أمر له سلبي اللي يدعي للتعزيز بالأسعار، فأفضل شوي واحد يبتعد عن السوق حاليا لغايه ما تنتهي هاي التذبذبات ليوم الغد. من ناحيه الدولار كيف ما شايفين، في رفض استحاليا للدولار من اخر مقاومه كان فيها، ورجع على النموذج الموجود فيه استحاليا، موجود على دعمه اللي هو بحدود 105 نقاط، فكله بيتعلق بمعلومات معطيات البطاله فيه. ومن طرف S&P 500 كيف ما شايفين كمان هو شاف فيه انتعاش بقوته، ولسه حاليا شايف الدعم بحدود ال 5050، هذا الدعم شايفين هذا الترند الصاعد، هذا لسه حاليا مشكل دعم لS&P 500. اي هبوط تحت هذا الرقم رح ياخذ S&P 500 بسرعه نحو 4772، من فوق هذا الرقم رح نشوف عندنا مقاومه لS&P 500 بحدود ال 5300، فهي هي النقاط اللي عم بطلع عليها من ناحيه السوق الامريكي. لسه من ناحيه العملات الرقميه كيف ما ذكرنا، عيوننا حاليا نحو البيتكوين ونحو الاثيريوم، لانه عم نحكي على يوم مهم جدا اللي اي حدث ممكن ينتج مع خساره كبيره جدا عند الناس اللي فاتحه عقود الاوبشنز بالوقت الحالي. من ناحيه السوق الامريكي حاليا في ارتفاع، شفنا ارتفاع باخر كم من يوم بالفوليوم بصناديق السبوت البيتكوين بامريكا، ولكن المؤشر اللي حبيت الفت انتباهكم نحوه هو هذا الباي سايكل توب انديكيتر، مؤشر مهم جدا اللي بول ماركت مع بول ماركت واحد ورا الثاني رافقنا واعطانا مؤشر واضح، هنا القمه وهنا القاع. بهالبساطه كنا نشوفه
من ناحية هذا المؤشر. Bicycle Top Indicator بيشتغل على المتوسطين، عندنا متوسط 111 يوم وعندنا متوسط 350 ضرب 2. كيف ما شايفين السعر الحالي نزل وإسا حاليا عم بيشتغل كدعم المتوسط لآخر 111 يوم لهذا السعر. اللي بدي ألفت انتباهكم هو كالتالي، بكل بول ماركت هذا المتوسط كان يشكل الدعم لأي تصحيح بالبيتكوين بكل بول ماركت كان. بكلمات بسيطة، هذا المتوسط ولا مرة نزلنا تحته لفترة طويلة بالبول ماركت، فطالما على المدى القريب والمتوسط احنا موجودين بحدود هذا المتوسط او من فوقه فهذا يكون ممتاز جدا. ما كناش نشوف هبوط تحت هذا المتوسط الا بعد ما ينتهي البول ماركت، ووقتها نتوجه نحو البير ماركت. فقط بيك ايام كنا نشوف هبوط تحت هذا المتوسط. في حال انت عم بتدور على مؤشر واحد فقط تتابعه عشان نشوف الوضع كيف، هل هو جيد ولا لا، بايسايكل توب انديكاتر مؤشر اللي هو ببلاش اللي انت ممكن تتابعه الا عشان تستفيد. غير هذا المؤشر طبعا احنا بنتابع مؤشرات كثيرة اللي بتقولنا هل وصلنا للقمة ولا لا، مثلا 2 year moving average multiplier لغاية اللحظة ما وصلش المنطقة الحمراء، المنطقة الحمراء بعدها بعيدة جدا، فهذا بفرجينا كمان اثبات اضافي انه بعدنا موجودين بالبول ماركت والسوق بعد ما انتهاش. فكل الحكي هذا عن النهاية وعن خلاص وصلنا للقمة هاي امور لحظية فقط، مش معقول الواحد ضلوا قاعد ببير ماركت لسنتين زمان وبعدين نشوف اول ارتفاع بسيط من فوق القمة القديمة ونقول خلاص وصلنا للقمة. هاي الامور ما بتصيرش، حتى بسوق الاسهم هاي الامور ما بتحصلش. مؤشر اخر اللي بتابع مباشرة ارباح المعدنين، The Pure Multiple. كيف ما شايفين وقت الحالي احنا متجهين نحو المنطقة الخضراء، المنطقة الخضراء حتى تاريخيا كانت منطقة للشراء وللتعزيز بالبيتكوين. شوفوا مثلا كل مرة لما كنا ندخل المنطقة الخضراء كانت أسعار اللي إلى جنب القيعان بوقتها، لما نوصل المنطقة الحمراء أو نقترب منها بشكل كبير وقتها بنقول خلاص انتهى البول ماركت، ولكن لغاية ذيك اللحظة بعدنا بعاد عن النهاية. MVRV Z-Score كمان هذا مؤشر مهم جدا بنتابعه بكل بول ماركت، وكيف ما شايفين كل مرة لما نوصل للقمة كان اتعدى هذا الخط الأصفر المنطقة الحمراء لغاية اللحظة، وإحنا بعدنا بالبداية بعد ما وصلناش حتى منتصف الطريق من ناحية المؤشر. وحتى متوسط أسعار المحفظات الناس اللي صار لها نص سنة بالسوق حاليا احنا شوي تحته، لما ننزل من تحته ومنطول من تحته يعني أسبوع بعد أسبوع بتعرف انه خلاص انتهى البول ماركت. طالما احنا موجودين من فوق هذا المتوسط هذا كمان مؤشر إضافي اللي بقولنا بعدنا موجودين بهذا الطريق. لسه من ناحية المعطيات الموجودة معنا على المنصات، ارتفاع استمر برصيد البيتكوين على المنصات، هذا بفرج انه الناس باعت باخر فترة وهذا هو امر واضح مع الاسعار يعني، ولكن امر واحد تغير عن اخر فيديو اللي انا نشرته. وقتها الروح كانت متشائمة، وقتها الناس كانت فتحة عقود للشورت، اسا حاليا الناس قلبت تقريبا كلها لعقود لونجز. كيف ما شايفين حدود الاكوادة ضخمة جدا باللونجز وقت الحالي، اي هبوط بالسعر نحو 58 ألف دولار وقت راح يشوف دعم، لانه وقتها عنا لكود ل 115 مليون دولار فقط بالبيتكوين بعقود اللونجز، ومن تحت هذا السعر تقريبا على كل 1000 دولار يعني 57 الف دولار فينا دعم، على 56 الف دولار فينا دعم، وهذا الامر بخدنا تقريبا 55 دولار. فكل هالمرحله هناك عم نحكي على مئات ومئات ملايين دولارات بدعم من ناحيه عقود اللونجز. فالروح هسه قلبت لروح متفائله ومش متشائمه على حسب المعطيات الموجوده معنا على المعلومات الفنيه. حال شفنا استمرارية لارتفاع السعر بالسوق بحدود سعر 59,569 وقت رايحين نشوف لكودي لعقود شورتس، ومن فوقها بنبلش نشوف مقاومة عالية جدا من طرف الدببة الفتحة أوبشنز. من ناحية الشارت البيتكوين مباشرة السعر 59,140، كيف ما شايفين على الدعم هذا الأخضر يعني بالضبط بالسنتيمتر موجود عليه سوقت الحالي، أي هبوط تحت هذا السعر رح يكون في دعم بالأصار لغاية سعر 56 ألف، وفي حال سكر تحت 56 ألف هذا الأمر رح يأخذه لغاية سعر 54 ألف دولار من ناحية البيتكوين. في حال تمكنت الثيران تتغلب على الدببة، شوف إغلاق للسعر من فوق 61 ألف دولار، فهذا رح يأخذ البيتكوين بسرعة كبيرة جدا نحو سعر 65 ألف دولار اللي هو النطاق الأسعار اللي مشينا فيه أسابيع طويلة بالسوق. إلى جنب هاي الأمور الـ RSI كيف ما شفنا شوية انعكاس قبل يومين، وصل الـ RSI لأرقام ما شفناهاش من العام الماضي، هاي نقطة للشراء ونقطة للتعزيز. حتى لو أنت مش مقتنع بالسوق ودخلت على 56,500 مثلا بدك تأخذ ربحك، لسه انت بتكون ربحان 5%، هاي بالمضاربة هاي صفقات جيدة، وانت ممكن تحط شوية كاش على جنب في حال متوقع تشوف امور سلبية اكتر. من ناحية الشارت الاسبوعي كيف ما شفته
تقريبا وصلنا لمنطقة خضراء، ولكن بعد في هناك مساحة لهبوط لحدود سعر 54300 وقتها نوصل للمنطقة الخضراء اللي ذكرناها، اللي بتفرجي قاع محلي للأسعار، يعني بيقول لك خلاص انتهى الترند الهابط الموجود فيه. أنا مش عم بعزز بأي سعر من فوق 50000، ولكن عم بساعدكم أنتوا تاخذوا قرارات دائما دي سي اي على الحدود، ما تستنوش لآخر لحظة، لأنه بمعظم الأحيان 99.99% من المرات راح تضيعوا الفرص. أفضل تعززوا على دفعات على كل حد دعم هام جدا بالسوق. والستوكاستيك ار اس اي بعده ما فرجاش انحناء اللي هو ايجابي، بعده ما بدنا نشوف هيك انعكاس لفوق كيف ما شفنا بالماضي. طالما مش شايفين هذا الامر على الستوكاستيك ار اس اي، فهذا بيفرجي انه بعد في مجال لتصحيح اضافي بالسعر، حتى لو هبط بشكل كبير جدا البيتكوين، ولكن طالما بدنا نشوف هذا الانحناء الايجابي عشان نقول خلاص وصلنا لقاع محلي بالترند الموجودين فيه. ومن ناحية الإيثيريوم صفقة 2850 سكرت الحمد لله. أي شخص اللي بده يأخذ ربحه من وراء هذه الصفقة، إحنا حاليا عندنا ارتفاع اللي هو تقريبا ب 6%، فهي كمان نقطة جيدة للمضاربة. في حال أنت دخلت ب 2850 ممكن تأخذ شوية كاش على جنب. إسا الإيثيريوم عنده مقاومة كبيرة على 3000 كما ذكرنا بسبب عقود الأوبشنز اللي راح تخلص اليوم. بعد هذا اليوم خلص نرتاح من هذا الأمر، ولكن بضل رقم 3000 هي نقطة للمقاومة. أي إغلاق من تحت سعر 2860 هذا ممكن يأخذ سعر الإيثيريوم نحو 2700، أو أسوأ الحالات نحو 2600 اللي هو تقريبا على المتوسط لآخر 200 يوم بالإيثر. فهذا هو أعزائي، كيف ما شايفين الوضع مش هالقد سلبي كيف ما الناس مفكرين. الوضع مش هالقد خلص بالنهاية، مش داخلين ببير ماركت، لا بعدنا بالبداية وبعدنا طريق طويل. نعم بكل بول ماركت راح تشوف تصحيحات تقريبا بين 20-30%، 4-5 مرات راح تشوفه بكل بول ماركت. اذا ترجع التاريخ دائما هذا الامر موجود، وان شاء الله عن قريب جدا بيخلص هذا التصحيح وبنستمر نحو اسعار افضل ونحو مكاسب ومربح افضل للجيب بالاخر. هذا هو، شكرا كثير على وقتك ومع السلامه.